نقطة تانية خاصة أنا هتكلم في موضوعين صغيرين خالص، هو الموقف الداخلي. وبطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا في وضع، وأنا عمري ما هقول لكم كلام، يعني إحنا في وضع أحسن كتير، والأمور بتتحسن وهتتحسن بفضل الله أكتر من كده، بالجهد اللي إحنا وبالخطة اللي معمولة عشان نتجاوز الأزمة اللي إحنا فيها دي. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيساعد اللي بيساعد نفسه، بيساعد اللي بيساعد نفسه. فالحمد لله رب العالمين أحسن ومستمرين. وأنا بس يمكن لو ليا توجيه للحكومة بقوله، والله يا دكتور مصطفى لو يعني الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع، احنا لما جينا مش يعني من قبل مني حتى لما قالوا اقتصاد وآليات سوق حر، كان الهدف منها ندي الفرصة للكل، والحكومة تراجعت عن هذا الدور، وسمحت للقطاع الخاص. فطبعا بدون شك أنا بعترف أن الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة، بس الفترة دي الحمد لله رب العالمين احنا تجاوزناها وبقى في استقرار في كل شيء. فأنا بتكلم على أن احنا دكتور مصطفى لو الأمور سواء كان نحن نحيي موضوع الاحتكار والمؤسسات اللي هي المعنية بهذا الأمر، أو أن انتوا تخشوا خدوا 2-3 مليار هاتوا بيهم سلع، وتبقى المؤسسات الدولة هي اللي بتقوم بالدور عشان تعمل توازن في السوق. يعني صحيح يعني، لأن احنا يعني أنا مش حاضر أقول يعني مش هشكك في زمام حد، ولا في ضمائر حد، ولا في وطنية حد، لكن خلونا نقول يعني دي بلدنا كلنا. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، يعني تعمل كده وبعدين تطلع مثلا يعني تحج، أو تعمل كده وبعدين تطلع زكاة، تطلع من أي مال؟ يعني أنا ما بقولش إن حد وحش ولا حاجة، بس لو كان كده دكتور مصطفى على طول دلوقتي نخصص 1-2 مليار زي ما أنتوا عايزين، ونبعت نجيب سلع ونبقى الدولة تخش تاني. أنا بقول بس الكلمة دي عشان لأن إحنا في الآخر برضو اللي بنوفر الدولار لهم، مش كده؟ طب خلاص. فإن شاء الله الأمور ماشية الحمد لله رب العالمين.